نواجه في حياتنا مواقف وأحداثا صعبة فيها من التحديات ما قد يجعلها أزمة. لأجل ذلك دشن البرنامج الوطني التدريبي الأول للإسعافات الأولية النفسية. هذا البرنامج مصمم لعامة الناس ليتعلموا كيفية مساعدة شخص لديه اضطراب نفسي بادئ بالتشكل أو شخص يمر بأزمة نفسية، ويساهم على رؤية الاضطرابات النفسية كأي مشكلة صحية أخرى مثل ضغط الدم المرتفع والسكري، ونرسم بذلك مسارا طموحا يشحذ همم المهتمين في مختلف البيئات لمواجهة كل ما من شأنه التأثير على صحة الإنسان النفسية وتحسين جودة حياة الفرد. فكرة البرنامج مقترح من مستشفى المسرة في منتدى الابتكار الصحي الأول لتمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة لتقديم الدعم النفسي لتصبح اليوم واقعاً يشهده الحضور المشارك. أيقنت منظمة الصحة العالمية أهمية الصحة النفسية وأدرجتها سنة 2018 كأحد عوامل الخطورة اللي اطلع إلى استراتيجية الأمراض المزمنة اللي تسمى 5x5 اللي هو 5 عوامل خطورة من ضمنها الصحة النفسية و5 أمراض رئيسية اللي هي ناتجة عن العوامل الخطورة. تدريب له تأثير مباشر على إنتاجية مؤسسة وأدائها التي يمنح الموظفين فهما أفضل لمسؤوليتهم ومعرفة ومهارات التي يحتاجونها إليها لقيام بعمل، سيؤدي ذلك إلى تحسين ثقتهم والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أداء العام. سوف يحصل المدرب على شهادة دولية معتمدة في مجال إسعافات الأولية للصحة النفسية. وسيعمل البرنامج في مرحلته الأولى على تدريب الكوادر الصحية ثم الانتقال إلى المبادرين والمهتمين من المجتمع بالصحة النفسية وممارسة مهاراتها بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الفرد والمجتمع. مساعدة الأشخاص عندما يكونون في ضائقة ودعمهم نفسياً في مواجهة التحديات التي قد تواجههم وصولاً بهم إلى حالة الشعور بالهدوء هي غاية الإسعافات الأولية النفسية. أحمد بن بارك الدرمكي، مستشفى المسرة، مسقط.